أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهمية تكثيف أصحاب العمل لجهودهم الوقائية وتدابيرهم الاحترازية لضمان حماية العمال من خلال الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي في مواقع العمل وسكن العمال واتباع جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية وعدم التهاون خلال هذه الفترة الاستثنائية من أجل المساهمة الفاعلة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعلى ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. أشاد حمدان بجهود وزارة الداخلية مثنيا على مستوى التعاون والتنسيق بين الوزارتين من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومكافحة انتشار العدوى في المساكن التي تقطنها العمالة الوافدة بشكل عام، والذي يتوازى مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في مساكن العمال التي توفرها المنشآت لعمالها وتخضع لإشراف ومراقبة وزارة العمل. نوى حمدان لأن العديد من أصحاب العمل سارعوا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي لهذه الجائحة خاصة في المساكن العمالية، ومن ذلك توفير سكن جديد إضافي عند الحاجة لتخفيف الاكتظاظ وتقليل كثافة عدد العمال في تلك المساكن، مشيرا إلى أن عدد العمال الذين تم نقلهم إلى مساكن جديدة تابعة لمنشآتهم بلغ 8011 عاملا. جهود احترازية ووقائية تضمن للعمال الحماية الكاملة في مواقع العمل وسكن العمال، فقد واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توعيتها أصحاب العمل والعمال والتأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومنع انتشار هذا الفيروس في المساكن التي توفرها المنشآت لعمالها وتخضع لإشرافها ومراقبتها حرصا منها على سلامتهم وسلامة وصحة المجتمع. وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أكد أن الوزارة نقلت 8011 عاملا إلى مساكن جديدة تابعة لمنشآتهم لتخفيف الاكتظاظ تقليلا لكثافة عدد العمال من خلال فريق مختص متكامل، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم التهاون مع المنشآت التي لا تلتزم بضمان سلامة وصحة العمال سواء في المساكن أو مواقع العمل بهدف تحقيق أقصى درجات السلامة والحماية للعمال. هذا وحثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص على تفعيل العمل من المنزل قدر المستطاع، خاصة الوظائف التي يمكن إدارتها من المنزل، وذلك من أجل تقليل عدد العمال في مواقع العمل وللمحافظة على الإنتاجية. وفي إطار سلسلة من اللقاءات بتقنية الاتصال المرئي، أطلعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المؤسسات وشركات القطاع الخاص والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع الأهلي المعنية بشؤون العمالة الوافدة على الممارسات الآمنة والصحية للوقاية من جائحة فيروس كورونا والجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية للمنشآت العاملة في القطاع الخاص لمنع انتشار هذا الفيروس في مواقع ومساكن العمل، كما تم الاطلاع على التجارب الناجحة والمتميزة لبعض المنشآت التي أثبتت جدواها للحد من انتشاره بين العمال. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.